السلام عليكم. انترو. السلام عليكم. بدينا عارف اللي غادي تبقاو عليا مالك داير الكمامه مالك داير الكمامه حيت هذاك النفخ خوتي اللي كتبقاو تعايروني به راه في الاصلاح. راه في الاصلاح اخوتي النف. لا تبقاو تنمروا لي على النف ديالي. راه عندك هذه الطير. راه في الاصلاح اخوتي. وكندير نشرب اتاي. ولا عاد دابا بغيت نشرب اتاي وما عرفتش منين نشرب اتاي. بلا ما نطول عليكم نبداو الفيديو على بركه الله. الرجوله خنقاتني هذه. بس انا اول واحد اللي ما نفرطش في النيف ديالي واخا ما عرفتش شنو وقع. ابدا ابدا. وراك وراك والزمن طويل يا اخي يا اخي العزيز. ننصحك نصيحه لوجه الله. هاد العمل هاد الاعمال اللي تدير وهاد التنمر اللي تتنمر عليا فراه غادي تحاسب عليه يوم القيامه. يا اخي رضا يا اخي رضا واش انا وجهي داير بحال هكا؟ سوف تعاقب سوف تعاقب على هاد الشيء اللي تدير. ثق بيا ثق بيا اخي. اليوم القيامه راه غادي تدفع الثمن تاع هادشي اللي تدير. فخليت كلوديو هادشي اللي نقول لكم. فاش كتصوني عليك وكتكون مع صحابك ما هذه الضحيكه؟ هذه ضحيكه الدعاره. هادي فكرتني بواحد خونا حصلته هكا. كنا في واحد الدار وكدا ودخل الكوزينه وضحك عليا غير بالصدفه. حصلته بعد عرفتي معايا دير بحال هكا وانا ندخل. عرفتي كانوا الدراري بزاف وبالرجوع بقى تيرغبني. لا وجه الله سوفيا الله يحفظك سوفيا الله يحفظك سوفيا. بقات تيرغب فيا تيرغب فيا. هانيا خرجت للصالون وانا نقولها لهم. هادي الله يسمح لنا. صباح الخير حبيبي عرفك دابا في خدمه بغيت نصبها عليك ونقول لك نبغيك. نهارك مبروك. والله العظيم الا فري والله العظيم صحابنا غير حنا. يعني راه ماشي غير حنايا راه كلشي. والله يبقى فيك صيفط شي فوكال شي حد ما تحمس نعاود نسمعو. واحد الصوت كي داير. واش غير حنا ولا حتى نتوما؟ اكيد حتى نتوما اكيد اكيد. هادي راه نهضر ديالي. غنقولكم اول فيديو كيفاش بغيتو ليكم العجينه الطريقتي. ما تنساوش القناه ما كملات. بغينا نشوفوا العجينه وزعما راه ربي واقيلا راه ربي دار لك تاويل الخير ان ترسى ديك اللعيبه وحبس الفيديو. اما كون ربي يسلك لك وبقيتي كتعجني وكطيبي وكذا وفي الاخر فين تخرج ديك الطورطه. اللهم هكا بعدا اللهم هكا نقولوا حقا راه كانت غادي دير واحد الطورطه مزيانه لولا الاقدار اللي ما خلاتهاش. هاني يا بنتي هاني ديري وحده اخرى ونديروا لك ابوني. واخا فهمتي واخا تتبكي وتتاكل راه وحق الله واحد الحلاوه واحد الحلاوه كتكون في ديك الماكله وانت كتبكي وكتاكل. انا جربتها انا راه جربتها ماشي خطره ماشي جوج ماشي ثلاثه مع انك في الصغير انا وامي متفاهمين بزاف لواحد الدرجه. الحمد لله كنا متفاهمين كنت ديما انا هكا. ولكن واحد البنه في الماكله وبالاخص الا مشيتي نعسي كليتي قتله وكليتي مزيان ومشيتي نعسي والله الا الحياه الرفاهيه هي هذيك. ناري الفن 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 غزال غزال والله الا غزال. زعير عرفتي انا بحال هكا كنت في الصغير زعر
علاش صبغت شعري؟ المهم انا ما تحبش بحال هكا حق الله اللي بدات هذوك يبقاو يديروا بحال هكا كيميعيكوا باش يبينوا الانوثه ديالهم وما تنحبلهمش تيبغيو شي دوزو لي من لهنا هذو اللي كيبقاو مياو كزعما فاش تبقى دير شي ستوري كذا مياو مياو تنحملهم اقسم بالله الاخوان ما تنحملهمش بالرجوله هكاك واش تنحملهم صحاب ما تنحملهمش دوز نوقف نقول ليش بغيت اهلا 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 خضرا حتى كيحشم يفو كومونسي انتيميدي لي جون خاص البنات يبداو يكونوا شويه يقصحوا وجههم فسفس كتبقى غاده جنب الحيط وحانيه راسها فسفس فسفس لاش وتكبر عليه الموضوع اللي ما خرجش مربي من دارهم ربوه في الزنقه اللي ما رباتوش مو ما رباش با نكملوا اللي حنا نعاودوا ليه الترابي من الاول شنو ديك الدصاره شنو قال الترابي انت غدا تفسفس لي على اختو تضرب معاك اختي ما ندوش لي على انا كتسالي معايا ملي كتعطي نصائح للبنات وكتسالي معايا والله القاصر والله العظيم مايا عرفتي الا مشيتي ربيتي بنتك مزيان احسن تربيه وكبرتيها انها تتفرق بين الحلال والحرام والله العظيم غادي دير واحد الانجاز في حياتك واعر واعر الا مشيتي ربيتي غير البنت نتاعك كتفرق بين الحلال والحرام حق الله يا سلام ديك الساعات نشوفوا بنادم اللي ما مربيش ولا اللي كيتسس ولا كذا هذوك بوحدو نشوف غير اللي قريب لك شوفي غير بنتك حاولي انك تربيها فوالله هذوك الناس راه غادي ان شاء الله غادي يترباو كل واحد يربي ولادو وكذا وما يكون غير خير على زراره ايمشيو 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 خويا حسن عوان داك الحمار مسكين والله العظيم صحابني غادي يجيبوا الربحه ساعة مسكين الحمار اللي جايب الربحه هادي هادي حسن عوان مسكين داك الحمار والله الا عايش العذاب الاليم العذاب خوتي احنا جينا عند هشام او قالك وجد لاصال وجد كلشي جينا ما لقينا لاصال لا والو قالك صوره لاصيرونس لاصال كاين انا جيت عنده ها هو الماتيريال احنا مسنا لاصال لا والو احنا كنتسناو اللي بغينا هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا واحد واقف واحد ناعس ناعس ليه جبدوا بالكاو خونا المهم الناس اللي ما عارفينش القصه ولا اللي استوار ولا الملولي بقاتي تحدى في المغاربه فيما بان له شي واحد ندير لك مشى شد واحد المبوهل نتاع واحد المبوهل مشى ضربو كذا في البحر قال راه صافي حكمت المغاربه ندخل اخونا هذا ديجا دار واحد اللقاء على جوج دراهم معروف بجوج دراهم نضر راسو مبهلل زعما تا هو راه فهمتي راه غير غادي غياجي خي ملولي ضربني غياجي دار راسو حماق وكذا وما عارفش وكذا قال له نتحداك ملولي قال الله جاب الله هوت اخرى اجي نخلي عشتو دابا جا ملولي باش دخل باش خلى الاخر عشتو ويسكت للموري ضربو بالكاوات زرلعو شتو خلاه مبهدل طايح في الارض اودي قال كريكو جاي طالبة رغبة في ولدكم عالي يا سلام سولها الوالد فاش خدامة شنو كديري في حياة ديالك بنتي محامية بارك الله واش عندها شي دار عندها شي حاجة كتملكها ولا محامية عندك شي حلم أي شاب مغربي شوف 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 ما تبقاش حلم اي شاب راه يقدر يكون يولي حقيقه بحال والو هذاك الشيء صبيره مع المكاتب ومع الاقدار وما ما تعرفش صاحبي غدا شنو مخبى عليك ليا ما تعرف الصدغه نديرو امالنا في الله ولكن انا فهمتي داز عليا الطير انا الدكاكه داز ما نتوما الله يسهل عليكم ما الله يسهل عليكم دوزوا هاد وسعداتكم الصدغه الله سعداتكم غتعيشوا ندمت اني درتو ودابا راني جالسه كندير في جلسه ازاله ديالو و
سبحان الله الحاجه فاش كتكون حرام دغيا دغيا كدار كتجي ديريها دغيا كديريها فاش كتبغي تحيديها صعيب باش تحيديها فحنا كل شهر جلسه كندير في جلسه كل شهر جلسه اكيد شوفي ربي بنادم كيتوب ربي حتى هو تيسامح المهم التوبه تكون نصوحه انا راه خايف الرجل اختي سميتها هادي انا نقول باربي انا راه خايف اختي باربي تمشي دير لنا شي نتعاطفوا معاك تقول يا سلام وكذا وما شاء الله وكذا وتمشي دير لنا بحال ندى حسي وغادي يبقى فينا الحال عاوتاني نتشمتوا والله ما عرفت واش نفرح ولا نقول هي هادي راه تمشي تصدق عاوتاني محيده لنا الحجاب ودير لنا ديك الكاميرا كاشي وشوفي اختي الله يخليك هكا ويثبتك على هاد زعما هاد الشيء ديالك وان شاء الله تحيدي الوشم وتبقاي ديما هكا بلا ما دير لنا كاميرا خفيه لعرض الله كاميرا خفيه لا دير لنا بحال ندى حسي سير حيد لقطه الحاسب اللقطه اللي كتسناوها كاملين تهلاو فريسكم الله يعاونكم يعادونا ان شاء الله الحلقه الجايه توب عليكم الله يعاونكم.